خليني أسأل حضرتك عن هذه المناورة، أهمية إجراء المناورة العسكرية حسم 2020 في هذا التوقيت، يعني إيه فات؟ يعني اسمحي لي بالأول بس عشان نتكلم على هذه المناورة من جهتين. من الجهة الأولى كمناورة تدريبية، يعني النهاردة عندنا القوات المسلحة في خطة التدريب السنوية بتاعتها بتجري تدريبات، كل فرع من الافرع الرئيسيه بيتدرب لوحده، كل تشكيل من التشكيلات بتتدرب لوحده، وبنيجي في نهايه العام التدريبي بنعمل نموذج لمعركه او لحرب صغيره، اللي يعني عباره عن مناوره بتشترك فيها كل افرع القوات المسلحه، قوات بريه، قوات جويه، قوات بحريه، قوات دفاع جوي، كل دول بيشتركوا مع بعض في مناوره، وهذه المناوره هي تطبيق عملي لما تم التدريب عليه خلال العام كله، وده بيتم فيه صقل مهارات القادة والقيادات. في بعض المناورات يا سيادة اللي هو بتكون مع دول أخرى أو مع جيوش لدول أخرى، ولكن هذه التدريبات المناورة المشتركة. التدريبات المشتركة دي أحد الطرق لرفع مستوى القوات، لتبادل الخبرات، لإضافة خبرات جديدة إلى قواتنا. وزي ما احنا عارفين إن في جيوش في العالم كلها بتسعى إلى التدريب المشترك مع الجيش المصري، لما لدينا من قوة خبرات سابقة معظم من جيوش العالم بتسعى للتعرف عليها. ده من الناحية التدريبية. النهاردة هذه المناورة حسم 2020 بتأتي في توقيت من التوقيتات الهامة في عمر وفي تاريخ أمتنا العربية والمصرية. هذا التوقيت اللي فيه تهديدات احنا شايفين من الغرب طرة ومن الجنوب طرة أخرى، وهكذا هناك تهديدات محيطة بنا. هذه التهديدات زي ما بنقول إن لم نتحرها في مهدها هنجدها عدوان موجود على أرضنا وبيهدد مصالحنا وبيهدد أمننا القومي. وبالتالي احنا زي ما احنا عارفين إن في دلوقتي مهمة أي جيش من في العالم هي حماية أمنه الوطني، حماية بلده. عشان يحميها ليه احدى استراتيجيتين. الاستراتيجيه الاولى اما اللي هي الاستراتيجيه الدفاعيه، يعني الجيش قاعد جوه حدوده، لو في عدو جاله من بره هيحاربه، هينتصر عليها، يمنعه من تحقيق اهدافه. بس دي هتقوم الحرب فعلا وبقى فيها ازهاق ارواح وفيها خسائر بشريه وماديه واقتصاديه وكل دي. طيب الاستراتيجيه الثانيه اللي هي استراتيجيه الردع، بمعنى ان امنع الحرب من اساسه، دي ليها شروط اخرى. هذه الشروط اولها ده اللي احنا بقى الاستراتيجيه اللي مصر بتنتهجها الان، ان يعلم القاسي والداني والعالم كله مدى قدرتنا وقوتنا الحقيقيه. ولما يجي جلوبال فاير باور او كل المؤسسات اللي هي بتقيس قدرات الجيوش في العالم تقول ان الجيش المصري هو الاول في المنطقه والتاسع عالميا، طيب. ومعلوم تماما ما لدينا من قدرات وامكانات، هذه خلاص اتعرفت قدراتي. باقي شرط او شرطين في الردع عشان ابقى صادق، لان زي ما بنقول اذا اردت ان تمنع الحرب فاستعد لها. لما يجي الرئيس الجمهوريه القائد على القوات المسلحه من الاتجاه الاستراتيجي الغربي، يعني زي ما احنا بنقول بالمفهوم العسكري على الحد الامامي، وهو بيعمل تفتيش حرب على القوات التجميع القتال اللي موجود في هذا الاتجاه، معنى كلمه تفتيش حرب ان القوات دي واخد مهمتها، يعني ليس بينها وبين تنفيذ المهمه غير انها تاخد الامر، يعني خدت القرار جاهزه بشكل كامل خيرها. يعني يا سياده اللواء تمام جاهزه للتنفيذ فورا. فده ايه جديه الردع، لابد ان يكون هناك رساله ردع للطرف اللي هو بيحاول ان هو يطمع فيها. اتوقف مع حضرتك سياده اللواء عند هذه النقطه.